لا يجد الأطفال في مدينة جعار طريقة أخرى للاحتفال سوى هذه الألعاب التي اعتاد الأهالي وضعها كل عام في الشارع الرئيسي في قلب المدينة. ويمثل هذا المكان بهذه الألعاب المتواضعة أهم الأماكن التي اعتاد الأطفال على ارتيادها خلال الأعياد باعتبارها المتنفس الوحيد لهم في أكبر مدن المحافظة ازدحاما بالسكان. في هذا المكان الذي يعتبرونه أهم متنزه لهم يجد أكثر من 500 طفل فرصة للاحتفال ويصنعون بضحكاتهم عالما خاصا بهم بعيدا عن مشاكل الحياة الأخرى، إذ إن الواقع المتردي لا يعنيهم ولا يحتاجون سوى لمساحات صغيرة من الفرح، ولا بأس حين يجدونها غير مكتملة، ففي بعض الأحيان القليل من مساحة السرور مناسبة. 5 أعوام على وعود السلطة المحلية بمحافظة أبين بإنشاء حديقة ألعاب ترفيهية لأطفال المحافظة تتيح لهم فرصة الاحتفال بالعيد كغيرهم من الأطفال في باقي المحافظات، ولا يزال الأطفال ينتظرون السلطة أن تفي بوعودها وتحقق لهم القليل من أمانيهم التي لا تكتمل إلا بفرحة يرسمونها على وجوههم وهم يحتفلون بالعيد. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.